عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده مع حضراتكم طبعا يعني كلام يعني هقول ايه، بس ما علينا، الحمد لله. خلينا نوضح للناس مره واثنين وثلاثه، ان الناس سالتني كتير جدا حاليا هي سماره سافرت، سماره راحت فين؟ سماره يا جماعه ما سافرتش وما راحتش في حته، وكونها ان الناس اللي بتقول ان هي سافرت الهند هي ولا راحت الهند ولا اي حاجه، هي مجرد لما فتحت دردشه قصيره كده جدا وقالت، بس الناس قالت لها مش هتروح الهند، هي تمنت ان هي تروح الهند عشان تعرف عاداتهم وتقاليدهم، وان البلد عاجباها زي ما قلنا قبل كده، وان عاجباها من المسلسلات اللي بتطلع وبتتفرج على العادات وتقاليد العرس عندهم، فهي بتحب الحاجه دي وعاجبها الموضوع، فنفسها ان هي تروح فيها وتقعد فيها شهر يعني، من كتر ان هي معجبة بيها زي ما اي حد من المستمعين العزاز بيحب يشوف بلده وبيحب يسافر فيها مش اكتر ولا أكتر. الناس اللي بتقول ان هي سافرت الهند وراحت الهند ده طبعا تأليف كالعادة وكلام اي كلام، ما فيش اي حاجة طبعا منه صح. بالنسبة لسؤال حفيظة اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، وكنا اول قناة تتكلم فيه هنا طبعا، وحضراتكم اللي عايز يعرف تاني الموضوع في ايه يرجع للفيديو القديم، ان احنا طبعا سؤال حفيظة واحنا عرضناه هنا، القناة الوحيدة اللي عرضته والقناة الوحيدة برضو اللي اتكلمت عنه، وطبعا السؤال موجود، وهو السؤال طبعا اثار الجدل الكبير. وبعد كده طبعا ابو جبل الاغنية اللي حطها النهاردة في العربية لا تحتمل اي احتمالات اخرى، لا بقى حب جديد ولا بتاع، لان الاغنية بتتكلم عن الاشتياق والحنين لحاجة حصلت قبل كده او لحبيبته السابقة، وهو ما يعرفش حد ولا كان بيحب حد من كل قلبه الا سمارة، واحنا ما نتمناش من الله سبحانه وتعالى الا الرجوع، هما الاثنين يرجعوا لبعض يا رب العالمين. وزي ما بقول دايما، انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد، يا رب ان شاء الله ان شاء الله نسمع خبر رجوعهم قريب باذن الله الاثنين مع بعض. نتمنى لهم كل التوفيق من كل قلوبنا يا رب العالمين، ودعوات حضراتكم بقى ليهم ان شاء الله. شوف حضراتكم على الف خير يا رب، فيديو جديد وخبر جديد، وطبعا بشكر حضراتكم على ثقتكم الغاليه.